السبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء. بالعامية السودانية. رسالة لوغا إلى ثيوفيل. الحلقة 21. ازيك يا خالتي صوفيا؟ اهلا اهلا وسهلا يا خالتي صوفيا، ان شاء الله كويسه. اهلا الحمد لله، كيفكم انتم؟ كيف احوالك؟ الحمد لله، كيف ان شاء الله كويسين؟ الحمد لله. يعطيك ليله، شنو الليله من قصصك الجميله؟ حتم عليكم وابتدي باني اسر لكم بالحصل اللي سيدنا عيسى شنو. جميل جدا، يا سلام. يلا، في المره اللي فاتت يا جماعه اتكلمنا عن القبض على سيدنا عيسى عليه السلام بواسطه عصابه كان قايدة يهوذا الأسخريوطي، متذكرينه يهوذا ده؟ أيوة متذكرين. وقلنا إنه بعد ذاك أعضاء مجلس الشيوخ اللي هم رؤساء الأحبار والفقهاء وكلهم من بني إسرائيل قاموا ساقوا سيدنا عيسى وودوه لبيلاطس الحاكم الروماني لمنطقة يهوذا ووجهوا التهم ضده. لكن بيلاطس بعد التحري مع سيدنا عيسى قال لهم بصراحة يا جماعة أنا ما شايف أي أساس للشكوى ضد الراجل ده، لكن أعضاء المجلس كانوا مصرين على شكوتهم وقالوا لبيلاطس لا يا جناب الحاكم، الراجل ده هو ضد القانون لأنه بيحرض الناس بتعاليمه في كل مكان، بدا من منطقة الجليل لغاية ما وصل لهنا دلوقتي. وبيلاطس لما سمع اسم الجليل سأل شيوخ المجلس والجمهور يا جماعة كده قولوا لي الراجل ده هو من منطقة الجليل؟ نعم يا جناب الحاكم، هو من هناك. طيب أنا حأرسله لحاكم المنطقة التابع لها. وبيلاطس يا جماعة من مقره في القدس فعلا رسل سيدنا عيسى لهيرودس الثاني اللي كان في زيارة للقدس برضه، ورؤساء الأحبار والفقهاء برضهم مشوا لهيرودس كمان عشان يتابعوا الموضوع. وهيرودس لما شاف سيدنا عيسى عليه السلام فرح جدا لأنه سمع عنه وكان عاوز يشوفه من مدة طويلة، وكمان كان متمني إنه سيدنا عيسى يعمل معجزة قدامه. هيرودس زي يا جماعة سأل سيدنا عيسى أسئلة كثيرة لكن سيدنا عيسى ما رد عليه، ورؤساء الأحبار والفقهاء اشتكوا منه بشدة، وهيرودس وجنوده استهزأوا بسيدنا عيسى. بعد ذاك هيرودس لبسوا ملابس ملكية فاخرة للاستهتار به باعتباره الملك المزعوم. بعد ذاك رسلوا لبيلاطس مرة تانية، ومن اليوم ذاك هيرودس وبيلاطس بقوا أصدقاء بعد ما كانوا أعداء. بعد ذاك بيلاطس يا جماعة دعا رؤساء الأحبار والفقهاء والقواد وباقي الناس وقال ليهم يا جماعة انتوا قبل كده جبتوا لي الراجل ده وقلتوا انه بحرض الناس على الثورة، وانا حققت معاه قدامكم وما لقيت اي اساس لشكوتكم اللي قدمتوها ضده، وهيرودس كمان ما لقى عليه اي شيء بدليل انه رجعوا لنا تاني. يا ناس الراجل ده ما عمل حاجة، الزول ده ما عمل شيء يستحق عليه الموت، لكن بس عشان خاطركم أنا هأدبه وافقه. ولكن الناس ما عجبهم الكلام ده وكلهم هتفوا وقالوا لا لا يا جناب الحاكم، لا لا يا جناب الحاكم، أقتلوا فيك برابس بدله. أيوة يا جماعة، طبعا مع إنه بيلاطس كان حاكم أجنبي لكن كان مفروض حسب العادة إنه يفك مسجون واحد بمناسبة عيد الفداء، وبرابس ده كان مسجون لأنه شارك في تمرد حصل ضد الاحتلال في مدينة القدس. أيوة. وزيادة على كده كمان كان كتل له زول في التمرد ذاك. لكن بيلاطس كان عايز يفك سيدنا عيسى وخاطب الجمهور مرة تانية، لكن الجمهور ردوا عليه وقالوا لا لا أصو الراجل ده، لا تصو يا جناب الحاكم، أصو الراجل ده يا جناب. يا جماعة لازم تصلوا يا جناب يا جماعة يا جماعة وروني أقتلوا ليه؟ جريمته العمل شنو عشان أصلبه؟ أنا ما لاقي أي سبب يخليني أقتله.
عشان كده هاجدوا وافقوا. لكن الناس كانوا مصرين على رأيهم وهتفوا بأعلى صوتهم وطالبوا بيلاطس إنه يصلب سيدنا عيسى. في الآخر بيلاطس رضخ ووافق على طلبهم وفك برابس من السجن واستجاب لرغبتهم بصلب سيدنا عيسى. وبعد ذاك على حسب أوامر بيلاطس الحراس الرومان أخذوا سيدنا عيسى، وفي الطريق صادفوا راجل اسمه سمعان القيرواني. وسمعان ده كان جاي من الريف للقدس، والحراس مسكوه وأجبروه إنه يشيل الصليب بدل سيدنا عيسى ويمشي وراه، لأنه سيدنا عيسى كان تعبان جدا وكان في عدد كبير من الناس متابعين سيدنا عيسى، وكان من ضمنهم نسوان كثيرات. والنسوان ديل كانوا بينوحن ويتحسرن عليه، لكن سيدنا عيسى تلفت عليهم وقال لهم: يا بنات القدس ما تبكن علي، لكن ابكن على روحكن وأولادكن، لأنه حيجي وقت الناس حيقولوا فيه العقر يا هنيال ويا بخت النسوان الما حملن وما رضعن، لأنه في الوقت داك الناس حيقولوا للجبال اقع علينا وللجزينة تفنينا عشان نموت ونرتاح من العذاب ده. طيب إذا كان دلوقت بيحصل لي كده أنا البريء، تفتكروا حيحصل شنو للشعب الضال؟ وكمان الحراس الرومان أخذوا اثنين تانين من المجرمين عشان يقتلوهم مع سيدنا عيسى، ولما وصلوا للمكان اللي اسمه الجمجمة علقوه هناك على صليب بمسامير في يدين ورجلينه، وعلقوا جنبه المجرمين الاثنين ديل، واحد على يمينه والتاني على شماله. وسيدنا عيسى دعا الله وقال: يا ولي الرحيم اغفر للعمل فيني كده، لانهم ما عارفين اللي بيعملوا فيه ده. والحراس رموا القرعة ووزعوا بيها ملابس سيدنا عيسى بيناتهم، والناس وقفوا يتفرجوا، ورؤساء الأحبار والفقهاء وأعيان شعب بني إسرائيل كانوا بيسخروا من سيدنا عيسى ويقولوا: زمان نفع غيره، دلوقتي إذا كان هو فعلا الملك اللي اختاره الله خليه ينفع نفسه وينجيها. وبيلاطس أمر الحراس عشان يعلقوا يافطة فوق رأس سيدنا عيسى، والحراس فعلا علقوا اليافطة دي وكان مكتوب عليها: هذا هو ملك شعب بني إسرائيل. وكانوا بيستهزئوا به، وجو قريب منه وقدموا له خمرة عنب من النوع التافه الرخيص، وكمان استفزوه وقالوا له: إذا كنت أنت ملك شعب بني إسرائيل نجي نفسك. وكمان واحد من المجرمين المعلقين جنبه كان بيشتم فيه ويقول له: يا فاجر، بتقول إنك أنت المسيح؟ إذا كان ده صحيح طيب نجي نفسك ونجينا برضو. لكن المجرم الثاني لام رفيقه وقال له: يا أخي حرام عليك، أنت ما بتخاف الله حتى في الموقف ده؟ نحن على الأقل موقفنا مفهوم، لأننا فعلا عملنا شيء نستحق عليه العقاب ده، لكن الراجل ده مظلوم يا أخي، لأنه ما عمل أي جريمة عشان يتعاقب عليها. وبعد كلامه ده مع صاحبه قال لسيدنا عيسى: يا سيدي، بعدين لما تجي في جلالك اتذكرني أرجوك. اطمئن يا مبروك، أنا بوعدك إنك اليوم حتكون معي في الجنة. وفي وقت الظهر الساعة 12 من نفس اليوم ذاك، الظلام غطى كل الأرض لمدة 3 ساعات، كأن الشمس ظلمت، والحجاب التخين الموجود في نص بيت الله وماخذ وضع ستارة للمقدس، المقدس الداخلي انشق لنصفين. وسيدنا عيسى عليه السلام صرخ صرخة عالية وقال: يا ولي الأمر يا قدير، دلوقتي أودع روحي بين يديك. وبعد ذاك رحل
أما الضابط الروماني اللي كان مسؤول عن عملية الإعدام لما شاف الحصل ده خاف الله وتأثر وقال: أوه الراجل ده كان راجل صالح فعلا. وكمان كل الناس اللي كانوا موجودين شافوا الحصل ده رجعوا لبيوتهم وقلوبهم مليانة بالحسرة والألم. وبعد أهل ومعارف سيدنا عيسى بما فيهم النسوان الجمعة ومن الجليل كلهم كانوا واقفين بيعاينوا من بعيد لأنهم كانوا خايفين وشافوا الحصل وقلوبهم كانت مليانة أكتر بالحسرة والألم. وكان من ضمن أعداء المجلس الأعلى لشعب بني إسرائيل عضو اسمه يوسف من بلد اسمه الرامة في منطقة يهوذا. يوسف ده كان راجل صالح وتقي وكان منتظر ظهور المملكة الموعودة، عشان كده ما كان موافق على القرار ولا على تنفيذه. عشان كده بعد الصلب سيدنا عيسى قام ومشى لبيلاطس وطلب الجنازة، وبيلاطس وافق، ويوسف بمساعدة زول تاني نزل الجنازة من خشبة الصلب ولفاها بكفن من الكتان وأخده ونزله في قبر محفور من الصخر في شكل كهف. والقبر ده ما كان يتخطى فيه جنازة قبل كده، وده تم في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة اللي هو يوم الاستعداد للراحة. والنسوان التابعات سيدنا عيسى كانوا جمعهم من الجليل تبع يوسف وشافنه لما خدت الجنازة ودحرج الصخرة وقفل بها باب القبر. بعد ذاك رجع لمكان إقامته وجهز نطيب وحنوط واستراحا في يوم السبت لأنه الله مخصص يوم للراحة. طيب يا جماعة، بعد التفاصيل الحزينة دي حنقف هنا. المرة الجاية بإذن الله حختم لكم قصة سيدنا عيسى إن شاء الله، حختم لكم المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك الله، الله يخليكم. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.